هنروح لأخبار القضاء وساحاته، ولكن قضية فساد توريد القمح. محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهم في التصرف بأموالهم ومنعهم من السفر على خلفية تورطهم في قضايا فساد صوامع القمح. كمان المحكمة قررت تأجيل النظر في قضيتين تانيين بشأن منع تصرف 27 متهم تانيين في أموالهم لليوم الثاني من دور نوفمبر المقبل علشان اطلاع الدفاع على أوراق القضية.